مرحبا بحضراتكم من جديد مشاهدي الكرام في الحياة في مصر. وفي وقت الفصل كان الحديث شيق للغاية مع اللواء دكتور سمير فرج، ضيف الكريم اللي مشرفني بالتأكيد في الاستوديو. سيادة اللواء، لو جينا نبص لعدد من القضايا المحيطة ببلدنا، أنا بدأت حتى الكلام في الأول بأول خبر معايا كان الشائعات. كمية شائعات رهيبة للغاية بتضرب مصر، مش بس بتنتشر في مصر، لا بتضرب مصر في الداخل، وبيصدقها كتير من أهالينا المصريين. تنتشر الأول عن طريق السوشيال ميديا وبعد كده الناس بتصدقها. شايف ده إزاي والقضاء عليه يكون إزاي؟ طيب، أنا بحب دايما أتكلم بالعلم. آه طبعا. خلاص، النهاردة العالم بيتطور، ده بنسميه حروب الجيل الرابع. يعني إيه حروب الجيل الرابع؟ يعني من ما قبل الزمن كنا بنلاقي الحرب التقليدية، قوات هنا بتتحرك معنا، ده الجيل الأول من أيام الهكسوس. الجيل الثاني امتى؟ مع ظهور البارود وحرب نابليون، وكلنا شفنا ده في السينما، بدأ تبقى فيه المدافع وبقى فيه الجيل الثاني وبقى فيه الحصنة اللي بيعملوا الموبيلايزيشن أو الحركة، ده الجيل الثاني. الجيل الثالث حرب العالمية الأولى، طلعت الدبابة وطلعت الصواريخ والطيارة والمدمرات وبتاع، ده الجيل الثالث. أخيرا بقى قريب جت فيتنام، كانت هي البداية. أمريكا خسرت خسائر رهيبة في فيتنام، فجم قالوا إيه؟ لا، مش هنحارب تاني بقواتنا، هنحارب بإيه؟ بالوكالة، هنوكل عد عننا يحارب. جت أفغانستان، الروس احتلوا في أفغانستان، قربوا من البترول، أمريكا عايزة تطردهم، مش هتحارب بقواتها لأنها خسرت، فدخلت مين بتوع طالبان وادتهم سلاح وبن لادن عشان يحاربوا السوفيت. السوفيت قعدوا 10 سنين وخرجوا، حضر العفريت مش عارف يصرفه، فاصبح عندهم بلوى جديده اسمهم ايه؟ انقلب السحر على الساحر. على الساحر، فاصبح بن لادن، وبن لادن قال لك العدو الاول مين؟ امريكا. فامريكا الشيطان الاعظم. لا احنا هنحارب بقى لا بدول ولا بالوكاله، لا. الجيل الرابع هو ايه بقى؟ افكك مفاصل الدوله من جوه. وده بيتعمل معانا من ولادها. من ولادها، بيك، ولا هدخل قوات ولا عسكري ولا دبابه ولا مدفع. انت اللي هتدمر نفسك من جوه. وده اسوأ شيء. واتعمل لاول مره في 25 يناير. جابوا لك الناس، علموهم بره، دربوهم ازاي يسقط النظام، ودلوقتي دخل في احدث حاجه عنده الجيل الخامس وهو الشائعات. يعني الشائعات مش جيل رابع، لا جيل خامس. لا، جيل الخامس. جيل الخامس. خامس. الرابع بقى اللي هو كانت بقى الجامعات والارهاب. واحنا واصلين لكام جيل بعد كده؟ لا اعلم بقى هيطلع ايه تاني. انما انت عندك الجيل الخامس النهارده اللي احنا بنعيشه، الشائعات. لما تسمع النهارده زي وانا بتفرج على التقديم، يقول لك البيض الصيني البلاستيك. طب الناس هتعمل، يقول لك دوله، شفت دوله بتجيب لنا عايزه تموتنا، دوله عايزه ورز بلاستيك فانت والرز البلاستيك. فانت بتهد مفاصل الدوله، بتخلي المواطن لا يثق في الدوله، انت فاهم؟ واحنا زي ما قلت لك الدكتور منى محرز، لا احنا بنستورد بيض ولا بنجيب عند فده. شوف الكلام ده، الرز لسه هنستورد السنه الجايه، انما الرز بتاعنا موجود الحمد لله. فيبدا كل شويه يطلع لك اشاعات عشان تقول ان الدوله غير مسيطره، الحكومه ما بتحبكش، ويستغل بقى الضائقه الاقتصاديه اللي احنا فيها. على ذكر الضائقه الاقتصاديه، كمان بيضرب في الغلابه. يعني لما تقول، ودي سمعتها من كذا حد، يقول لك ان كل تلميذ هيدفع جنيه في المدرسه يوميا، فسمعتها من كذا حد، لقيت وزاره التربيه والتعليم نفت، ومتحدثها النفسي الرسمي نفى، واحنا نفينا، ولسه الشائعه موجوده. النهارده للاسف بقى مركز دعم القرار لمجلس الوزراء شغلته كل يوم يرد على الشائعات في مصر. بالظبط. اللي هو بنسميه ايه؟ الجيل الخامس بتاع الحروب اللي احنا موجود. فالناس لازم تبقى واعيه، لان فعلا انا موضوع البيت ده جالي على التليفون. وبعدين ايه؟ ده انت في سنه بتشاير كده، بقى شاير بقيت في 5 مليون في 10 دقائق وصل لهم الخبر. ده انت لو جاته في التلفزيون محدش هيشوفه. بعكس فالسوشيال ميديا رهيب. النهارده يا راجل، ده انا يوم كل يوم من الساعه 2 الدور تلاقي البتاع بتاعي يزمر التليفون. ليه؟ رئيس الولايات المتحده اكبر دوله في العالم، انت بتعرف اخبار وسياسه امريكا من مين؟ من التويته بتاعه ترامب الساعه 2 الدور. بالظبط. بتبقى 8 الصبح هناك بيحط التويته، بتعرف امريكا هتعمل ايه بكره. تخيل، لا سي ان ان اللي كانت بتنقل الحرب الخليج على هوا، النهارده العالم اتغير. فالكلام ده زي ما قلت، احنا لازم نكون فايقين. وانا مش بقول كده مع الدوله او ضد الدوله، لا، احنا لازم نبقى عارفين ان اي حاجه بتجيلك اتاكد منها، بس نتاكد منها مجرد التاكد، وان مش كل حاجه نصدقها، وان كل حاجه نتحرى عليها. وبعدين هقول لك حاجه بقى، اسلحه تاني، النكت ده، النكت دي هو بيتريق وراها طبعا بيخش في الدم رساله تانية انت مش واخد بالك منها. تمام. والنكت بقى بس يمسكوا حاجه صغيره زي
تصريح وزيره الصحه، تتفرج على اللي حصل بقى. ينكتوا على كرواتيا واللي حصل في كاس العالم قوي بره مصر ينكتوا، لكن عندنا عايزين نبقى حريصين واحنا بنستمع للحاجات دي كلها.